ولكن أتحول للسيد أحمد زكرنا في رام الله. سيد زكرنا، واحد من السيناريوهات التي تطرح الآن على الطاولة أن إسرائيل تبعث برسالة إلى حزب الله بضرورة الانفصال عن الجبهة الخاصة بغزة والفصائل الفلسطينية من أجل التوصل إلى اتفاق لتهدئة الجبهة الشمالية في إسرائيل، التوصل اتفاق مع حزب الله بغض النظر عما يحدث في قطاع غزة. برأيك هل يمكن أن يحدث هذا السيناريو؟ كذلك ما هو موقف الفصائل الفلسطينية؟ البعض خرج منذ ساعات قليلة من بعض الفصائل الفلسطينية يثنون على ويدعمون موقف حزب الله. هل حزب الله أن يتخذ هذا القرار؟ هل من الممكن أو الوارد أن يتخذ هذا القرار؟ وما هي انعكاساته على الأحداث في غزة؟ مساء الخير عليك أخي عمر وعلى ضيفك الكريم وعلى مشاهدينا. الحقيقة أنه هذه الرسالة لربما تكون إحدى الأهداف الكلية، ولكن فعليا وحقيقيا وواقعيا الأحداث تقول أن إسرائيل تدير حربا إقليمية. يجب أن نتذكر معا وسوية الضربة التي تلقتها اليمن الحوثيين، والضربة التي تلقتها إيران، واليوم نجد هذه الضربة في لبنان وهي ليست الأولى، وقبل هذه وتلك كانت الضربة ضربة السفارة الإيرانية في سوريا. الحرب بمعناها الكل ليس شرطا أن تكون بالمعنى التقليدي، تحديدا في هذا العصر الحديث، ومنها ما نشهده منذ أمس، هذه حرب أيضا، ولكن الأداة المستخدمة في هذه الحرب مختلفة. كان يقال قديما عن خلق الفوضى الخلاقة أو الدفع بالفوضى الخلاقة، اليوم أنا أعتقد بأن إسرائيل تعمل على الفوضى التكتيكية، هي عامة ومتعددة الساحات، ونستمع فيما نستمع قبل قليل وتقطع البث لتستمع إلى البيت الأبيض. السؤال هنا ما الفائدة الإعلامية أو السياسية التي استفدناها من حديث كيربي؟ هذا يدلل على أن الولايات المتحدة لم تعد ذات أثر فعلي، هي شريكة مع الدولة الإسرائيلية نعم، ولكن كلاعب دولي يعني إمبراطورية تحاول أن تصدر نفسها دوليا هي لم تفيدنا بشيء، ولا هذا الدمية يعني أضاف شيء يمكن أن يذكر من خلال ما استمعنا إليه في المؤتمر الصحفي. هو لم يقل شيء غير أن الولايات المتحدة ليست متورطة في هذا العمل، سيد وهي سيد منذ اللحظات الأولى. نعم، أكسس اليوم قالت بأن وزير الدفاع الإسرائيلي جالنت اتصل بنظير الأمريكي لويد أوستن قبل دقائق من العملية، وأبلغه أن إسرائيل ستقوم بعملية كبيرة في لبنان، لكنه لم يطلع أوستن على تفاصيل ما الذي سيحدث. يعني فحتى قد لا تكون واشنطن وفقا لأكسس على علم بالتفاصيل. جزء من هذه العملية التي قامت بها الدولة الإسرائيلية هو ضرب الإدارة الأمريكية الديمقراطية وإضعافها وتعريتها، وسواء على المستوى الداخلي أو مع حلفائها في الإقليم، لأنها باتت مهزومة في أوكرانيا وهي مسلوبة الإرادة بهذا المعنى في الشرق، لا تستطيع طيب. أن تقيم يعني أعود تتخذ عملية تفاوضية. طيب اسمح لي أن أعود إلى السؤال، هل ممكن يرضخ حزب الله تحت وطأة هذه الضربات غير التقليدية المستمرة على مدى يومين إلى الانفصال عن جبهة غزة؟ هناك مؤشرات لها علاقة بتراجع مثلا أو تأخر الرد الإيراني، وهذا على اغتيال إسماعيل هنية في داخل إيران وهي عاصمة محور المقاومة، ولكن أن نجزم بذلك نحن بحاجة لأن ننتظر لخطاب سيد نصر الله يوم غد، ولكن فعليا نحن نرى بأم العين ضربات لجميع محور المقاومة، وقد عددنا قبل قليل الحديدة في اليمن، طهران، سوريا، لبنان الجنوبي يعني جنوب لبنان، وبالتالي كل المحور يضرب من قبل هذه الدولة المنفلتة المارقة التي لا تعتبر للقانون الدولي، والتي أعتقد بأن لها أهداف متعددة وليس هدف واحد. اليوم بلينكين يتحدث عن تقدم في المسار، أي تقدم؟ عن أي تقدم يتحدث؟ يعني أصبحوا اليوم في الشهر الخامس يتحدثون عن إجراء أو إحداث تقدم، ولا أي تقدم
حدث منذ يعني الحديث عن هناك صفقة للتبادل، وبالتالي الإدارة الأمريكية فقدت معناها السياسي بمعنى التأثير السياسي على هذه الدولة، وبالتالي المحاولة الآن لإضعاف الجبهة اللبنانية لربما قبل الدخول في عملية عسكرية، هو يحاول أن يضرب البيئة الأمنية لحزب الله، وبالتالي يمكنه أن يدخل في عملية عسكرية. هذا يؤشر على أنه يعني لن يوقف هذه الحرب العدوانية ليس فقط في فلسطين ولكن أيضا على الجبهة اللبنانية، علما بأن اليوم كانت هناك مجزرتين في قطاع غزة ولم يلتفت إليهما الإعلام على سبيل المثال، وهذا يضيء على فكرة إلهاء الإعلام وإلهاء المساحة الدولية كلها بما يحدث في لبنان كي تستمر العمليات في قطاع غزة وأيضا في الضفة الغربية، وهذا أيضا يفسر لنا لربما الضغط الكبير والهائل الذي مورس على الضفة الغربية خلال الشهر الماضي، لربما كي يعني ينخفض أو تنخفض المشاركة أو الانخراط في الضفة الغربية في حال فتحت الجبهة الشمالية، وبالتالي إسرائيل تنفلت في هذه الحرب، وأعتقد أنها تدير فعليا حرب إقليمية. نحن لا ننتظر هذه الحرب، أنا برأيي أن هذه الحرب وهي حرب جزء من حرب عالمية ثالثة، وهذا كتبته منذ شهر واحد الماضي يعني قبل 8 أشهر. اليوم بعض الكتاب يتحدثون عن هذه الحرب العالمية الثالثة وإن كانت بأدوات مختلفة وتدخل فيها ما دون الدول. طيب. حزب الله صحيح. الحوثيين إلى آخره. هناك أطراف وسيطة كثيرة، هناك تقنيات جديدة أو أنماط جديدة في الحرب نراها.